أنا أصلاً ما صدقت لما سمعت صفات القلب. بعدين لما اتصلت ب يعني الناس يعرفون قالوا نعم حقيقية هاي الزول التقرير، انصدمت. ما كان قبل. نعم عامة الناس تتصور إنه السرقة جواني ويأخذون يبوها. نعم. بس هذا ما كان موجود بالدولة. السرقة تكون يأخذ لنسبة مئوية من مناقصة من كذا معين، يطلب مبالغ معينة، بس بهذا الشكل من المصرف يأخذ أموال علنا. تجي لوري مدري مال هذه مال سيارات تريلا والأموال يعني ما حد يسأل سؤال. نعم. زين وين كان البنك المركزي؟ وين مصرف الرافدين؟ وين وزارة المالية؟ وين الأجهزة الرقابية كلها؟ نعم. فمعناها أكو وصل الفساد إلى مرحلة خطيرة. هذا أنا حاربته بوقتي. نعم. أنا أتحدى أي واحد أن الفساد ما تراجع في وقتي. طيب. بس الفساد مو ضربة واحدة. نعم. الفساد مجموعة إجراءات، ولهذا قمت أنا بهذه الإجراءات.